معي الخيرية في مديرية مسور بمحافظة عمران بتعريف المزارعين بالآليات الزراعية الحديثة كالدراسات والحصادات، والتي سوف تشجع المزارعين على التوسع بزيادة المساحة المزروعة بالحبوب كالقمح والشعير وكذلك الذرة الرفيعة والشامية وغيرها من المحاصيل، حيث ما يزال المزارعون في كثير من المناطق يستخدمون الطرق القديمة في دراسة محاصيل الحبوب، وذلك باستخدام الحيوانات المعروفة بالدويم لتتم عملية دراسة القمح والشعير لفصل الحبوب عن السنابل ولتوفير الوقت والجهد للمزارعين وتقليل التكاليف. عملت جمعية الغيث الاجتماعية الخيرية على إدخال آلة الدراسة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محاصيل الحبوب وزيادة إنتاجها. طبعا الآن المنطقة تركت الكثير من المدرجات هجرها الناس بسبب صعوبة زراعتها، وأيضا انخفاض الغلة الموجودة فيها، وحتى بعد أنه بعد حصاد المحصول قضية الدراسة والوقت الذي بيأخذه، وتحتاج إلى كثير من الحيوانات مثل الحمير والأبقار، ويأخذ وقت طويل، مما أدى إلى أن المزارع يحس أنه يمكن أن يشتري المحاصيل المختلفة من السوق بدلا عن أن يزرعها. قضية توفير الآلة وفرت الجهد والوقت، وبالتالي وفرت عليه وأيضا في النفقات التي كان يبذلها من أجل مثلا استخدامها بالدراسات الكبيرة الحجم في المناطق الأخرى. طبعا لأن الدراسات الكبيرة الحجم لا تصل إلى جميع مناطقنا بسبب وعورة الطريق، فكان الناس يهجروا المدرجات باستمرار بسبب انخفاض العائد الاقتصادي الموجود في زراعة هذه الحبوب. قمنا بأول نشاط زراعي الآن، وهو إحضار دراسة أو حصادة تعمل بمحرك ذاتي الحركة. مميزات هذه الحصادة أنها متوسطة الحجم، وبالتالي يمكن نقلها من منطقة إلى أخرى، يمكن نقلها على السيارات الهيلوكس أو الشاص في المناطق الجبلية المختلفة، كما هي المنطقة الموجودة لدينا منطقة مديرية مسور بمحافظة عمران. تتميز أيضا الحصادة بإمكانيات دراسة أو فصل الحبوب لمختلف المحاصيل المختلفة، منها الشعير والقمح، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن. أيضا تتميز الحصادة بأنها تعمل بمحرك ذاتي الحركة. مزارعين الأحباء، مشاهدين الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم. بمشيئة الله تعالى يجمعنا وإياكم لقاء آخر في حلقة قادمة. إلى اللقاء.